السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين. الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعها الأسبوعي أياما قبل حلول موعد تنصيب ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد. الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن عمر 92 عاما بعد وعكة صحية طارئة. اختتام ورشة تفكير بنواكشوط حول تعليم الأطفال المعاقين، والمشاركون ينتقدون عدم تبني وزارة التهذيب لتعليمه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت الحكومة الموريتانية اجتماعها الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وذلك على بعد نحو أسبوع من تنصيب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيس منتهي الولاية محمد ولد عبد العزيز. ويأتي انعقاد مجلس الوزراء يومين بعد تدشين الرئيس محمد ولد عبد العزيز مشاريع في الداخل الموريتاني، كما أشرف أمس على تدشين معهد عالي للغة الإنجليزية في العاصمة نواكشوط. أعلنت الرئاسة التونسية عن وفاة رئيس البلاد الباجي قائد السبسي بالمستشفى العسكري في العاصمة تونس بعد وعكة صحية طارئة. ويبلغ السيسي 92 عاما وقد السبسي 92 عاما وقد تولى الرئاسة التونسية عام 2014، ويعتبر الرئيس الرابع في تاريخ الجمهورية التونسية. وعقب إعلان وفاة السبسي دخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد باجتماع مع رئيس البرلمان محمد الناصر، عقد بعده نقطة صحفية أعلن فيها عن تولي رئيس البرلمان رئاسة البلاد. اختتمت في العاصمة نواكشوط ورشة تفكير حول تعليم الأطفال المعاقين منظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وانتقد المشاركون في هذه الورشة عدم تبني وزارة التهذيب الوطني لتعليم الأطفال المعاقين وإحالة ملفهم لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودعوا إلى تكوين كوادر متخصصة في تكوين المكفوفين والصم وأصحاب الإعاقة الذهنية. ناقشنا خلال 3 أيام في هذه الورشة كل المواضيع التي لها صلة بتعليم الأشخاص أو الأطفال ذوي الإعاقة، ذلك أن هذه المشكلة، مشكلة تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، تعتبر من أكبر المشاكل، لا سيما إذا ما علمتم أن وزارة التهذيب الوطني وللأسف حتى الآن لم تتبنى تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وتوكله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. هذه المشكلة صراحة تعتبر من أكبر المشاكل، إذ يجب على وزارة التهذيب أن تعلم أن الأطفال ذوي الإعاقة هم أطفال موريتانيون، يجب عليها أن تعلمهم أو تهذبهم كما تفعل مع غيرهم من الأطفال الآخرين. ناقشنا مواضيع لها صلة بالتعليم كإنشاء مثلا تكوين كوادر متخصصة في تعليم الأشخاص المكفوفين والصم وكذلك أصحاب الإعاقة الذهنية. ناقشنا أيضا جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل هذه العملية من إيجاد وتوفير الأدوات المساعدة ووسائل الإيضاح إلى غير ذلك من المعدات التربوية. أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن إصدار مرسوم رئاسي في وقت قريب يقضي بتحويل الصلاحيات القطاعية للمجالس الجهوية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس برؤساء المجالس الجهوية في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط على بعد أسبوع من تسليمه السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني. التفاصيل نتابعها ضمن هذا التقرير. عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اجتماعا برؤساء المجالس الجهوية في موريتانيا، وهي مجالس تهتم بالحكامة والتنمية المحلية. وقد أكد الرئيس أنه سيصدر قريبا مرسوما بتحويل الصلاحيات القطاعية للجهات من طرف القطاعات العمومية، وهي الصلاحيات التي ينص عليها القانون وتقتضيها طبيعة هذا النمط من الإدارة المحلية. قال رئيس المجلس الجهوي لولاية ترارزة محمد الإبراهيم إن الرئيس الموريتاني المنتهية مأموريته محمد ولد عبد العزيز
أبلغهم أن قرار إنشاء ودعم صلاحيات المجالس الجهوية مستمر ولا رجعة فيه، ويتطلب قدرا كبيرا من المسؤولية والمثابرة والعمل من أجل تحقيق تطلعات المواطنين عبر تقريب الخدمات منهم في كل مكان بدل التوجه إلى العاصمة لطلب أي خدمة كما كان في السابق. وتعد المؤسسة الجهوية جهازا إداريا جديدا في موريتانيا جاء ليحقق هدفا تنمويا وإداريا ظل غائبا في موريتانيا لعدة عقود، ولا يزال يعاني من تداخل صلاحياته مع العديد من الجهات التنظيمية والمؤسسية. وقد أفرزت الانتخابات الأخيرة 13 مجلسا جهويا منتخبا تنقصه العديد من الجوانب الهيكلية والبنيوية لانطلاقة عمله، خصوصا في الولايات الداخلية، كما أنه يعاني من سلطة الوصاية الولائية التي تتداخل معه ويعطيها القانون استتباعه رغم أهميته كمؤسسة منتخبة وتمثيلية وتهدف إلى تحقيق التوازن الإقليمي في التنمية بين المناطق المختلفة في البلاد. أعلن في العاصمة نواكشوط عن انطلاق اتحاد يحمل اسم اتحاد عمد موريتانيا السابقين، ويقول مؤسسو الاتحاد إن تأسيسه يأتي بدافع المسؤولية من أجل لعب دور محوري في تنمية البلاد. ويضم الاتحاد المعلن عن انطلاق نشاطاته الرسمية يضم عضوية عشرات العمد من أصحاب التجارب في قضايا التنمية المحلية واللامركزية. فكرة اتحاد لعمد موريتانيا السابقين جاءت بعد تفكير عميق ونقاشات مستفيضة من كوكبة من الأطر سبق أن قادت مجالس بلدية في موريتانيا من 1986 إلى 2018. حصلت عندهم بذلك معارف وتجارب كبيرة في التنمية المحلية واللامركزية تضاف إلى مستوياتهم العلمية والفنية، وبشعور من هؤلاء بمسؤولية اتجاه الوطن والمواطنين ووعيهم بأن انصهار هذه الطاقات الهائلة في إطار تنظيمي واحد هو وحده الذي يمكنهم من لعب دورهم المحوري في تنمية البلاد بأكمل وجه. قال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية برام الدهع عبيد إن النخبة الموريتانية بصدد عقد لقاءات وتفاهمات ونقاشات جديدة وعميقة من أجل الوطن وتطوير وتوطيد دولة القانون. جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش لقاء أجراه مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم البحبيني، أشاد خلاله باللجنة وبرئيسها. النخبة الموريتانية السياسية والحقوقية في اتجاه صدد لقاءات جديدة وتفاهمات جديدة ونقاشات جديدة وعميقة من أجل هذا الوطن، من أجل تطوير وتوطيد دولة القانون الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه فترة ومرحلة ذات خاضع عليها دول أخرى، ودارك راجين عن موريتانيا توخذها بنجاح عن الموريتانيين كامل، يلتئموا بدون قيد بدون شرط على مشاكلهم الجوهرية ومشاكل الإجرائية في دولة القانون ومشاكل حقوق الإنسان اللي هي القطاع الكبير. من جانب آخر، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم البحبيني إنه يتقاسم مع برام الدهع عبيد نفس القيم والمثل المتعلقة بالحرية والعدالة. وأضاف البحبيني أنه يشترك مع برام في نفس الكفاح من أجل حقوق الإنسان من أجل موريتانيا عادلة ومنصفة ومزدهرة. والحقيقة أن الرئيس برام كان وما زال وسيبقى صديقا وأخا، أتقاسم معه نفس القيم ونفس المذل
المتعلقة بالحرية وبالعدالة. إننا نشترك منذ أمد بعيد في نفس الكفاح الذي نقوم به تارة معا وتارة كلا على حدة من أجل موريتانيا عادلة متراحمة منصفة ومزدهرة. واليوم ها نحن نشترك أيضا في كفاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عسانا معا ومن أجل الجميع نحصد قيم المساواة وقيم السلم وقيم التسامح واحترام الآخر من خلال النقاش والحوار. إنه لشرف لنا عظيم أن تحصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مساندة حقوقي بحجم الرئيس برام الداهة بي. اختتمت في العاصمة نواكشوط الجولة الأولى من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد بروتوكول الصيد المرتقب أن ينتهي منتصف شهر نوفمبر المقبل، وينتظر أن تنعقد الجولة الثانية من المفاوضات بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ويعود آخر بروتوكول بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الصيد إلى عام 2015. التفاصيل في هذا التقرير. وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية والاتحاد الأوروبي يختتمان بنواكشوط الجولة الأولى من مفاوضاتهما حول تجديد اتفاقية الصيد الموقعة بين الجانبين على أن تنعقد الجولة الموالية من المفاوضات ببروكسل. ويسعى الطرفان لتوقيع بروتوكول جديد للصيد البحري في إطار اتفاقية الصيد بين الجانبين، ينتظر أن يحل محل البروتوكول الحالي الذي سينتهي منتصف شهر نوفمبر القادم. كان وزير الصيد والاقتصاد البحري يحيى العدد الدائم قد عقد بحر الأسبوع الماضي بمكتبه في نواكشوط مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جاكومو ديرازو، سفير إسبانيا المعتمد لدى موريتانيا خيسوس سانتوز أكوادو، لنقاش ملفات التعاون الاقتصادي بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوروبي التي يأتي ملف الصيد في صدارتها. ويعتبر الشريك الأوروبي من أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد البحري بالإضافة إلى الصين واليابان، حيث وقع الجانبان في نواكشوط اتفاقية جديدة للصيد عام 2015 مدتها 4 سنوات، سمحت للأسطول الأوروبي باصطياد 225,000 طن من الأسماك سنويا، أغلبيتها من الصيد السطحي، مقابل حصول موريتانيا على 110 ملايين دولار سنويا. ولم يحدد الطرفان تاريخ الاجتماع القادم ببروكسل وما إذا كان سيسلك مسار الاتفاق الأخير الموقع قبل 4 سنوات، حيث استمرت المفاوضات 16 شهرا. اتفق الطرفان في نهايتها على منع الأسطول الأوروبي من صيد الأخطبوط لحماية مصالح الصيادين الموريتانيين وإلزام السفن الأوروبية بنظام مسافنة الأسماك السطحية لنقل الأسماك المصطادة من سفينة إلى أخرى في الموانئ الموريتانية وتفريغ أسماك القاع في ميناء وذبو. كما ينص الاتفاق الحالي على تخصيص نسبة 60% من طواقم السفن للعمال الموريتانيين والتنازل عن 2% من الكميات المصطادة للطرف الموريتاني. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى يبحث الهيكلة التنظيمية لوزارة الصحة الموريتانية، ويسعى المشاركون في هذا الملتقى إلى وضع هيكلة جديدة للقطاع الصحي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعا الأمين العام للوزارة أحمد سالم والبهدى المشاركين في الملتقى وبينهم شركاء لموريتانيا في المجال التنموي إلى وضع هيكلة تنظيمية أكثر فعالية. تتركز أعمال هذه الورشة على تنفيذ توصيات الدراسات المنجزة من طرف ذوي الاختصاص حول تنظيم الوزارة وخطة عملها، حيث يعتبر ذلك العمل بالنسبة لنا بالغ الأهمية. أيها السادة والسيدات، إننا ننتظر في نهاية أعمالكم تحديد بصورة واضحة الهيكل التنظيمية لأكثر فعالية للوزارة وتوضيح دفتر الالتزامات لكل الإدارات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.
أيها السادة والسيدات، لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أشكر كافة الشركاء الفنيين والماليين على ما بذلوه من جهد في سبيل تطوير قطاعنا. نهاية نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها. الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعها الأسبوعي أياما قبل حلول موعد تنصيب ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد. الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن عمر 92 عاما بعد وعكة صحية طارئة. اختتام ورشة تفكير بالواكشوط حول تعليم الأطفال المعاقين، والمشاركون ينتقدون عدم تبني وزارة التهذيب لتعليمهم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة موجز إخباري، دمتم في أمان الله.